بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، معكم محمد بايونس من باتش 17. بكمل معكم في سلسلة شرح المواد العلمية لمادة الباثولوجي، بنكمل في لكشرات النيوبليزيا، اليوم مع اللكشر الثاني للنيوبليزيا. خلال هاللكشر بنكمل اللي بديناه في اللكشر اللي فات، وهي قواعد تقسيم الورم من بيناين إلى مالجننت والفروقات بينهم. So benign versus malignant neoplasms. تكلمنا أول شيء أمس عن ال differentiation و anaplasia، وبعدين اليوم بنكمل عن الثلاث الباقيين اللي هي rate of growth, local invasion and metastasis. كمان بنتكلم خلال lecture اليوم عن epidemiological aspects، بنتكلم عن مدى انتشار مرض السرطان وعدد حالات الوفيات والسرطانات اللي أكثر للرجال والسرطانات اللي تصيب النساء أكثر، وبنتكلم أيضا عن الريسك فاكتورز وهي مسببات السرطان. ما راح نخلصها اليوم الريسك فاكتورز كله، بنتكلم عن بعض الريسك فاكتورز في لكشر اليوم وتصير تكملتها خلال اللكشر الجاي إن شاء الله. عندنا الـ characteristics of benign versus malignant tumors. تكلمنا عن في 4 fundamental rules by which benign tumors can be distinguished from malignant tumors. تكلمنا عن أول واحدة وهي differentiation anaplasia، وقلنا اللي هو differentiation هو مدى تشابه الخلية السرطانية للخلية الطبيعية. قلنا كل ما تشابهوا صارت well differentiated، وهذا يكون للأكثر للبينين، وكمان يكون للmalignant tumor. وكل ما صاروا مختلفين صاروا نسميهم undifferentiated ولا poorly differentiated أو حتى anaplastic، وهذا malignant tumor. malignant tumor هو اللي يكون anaplastic. وقلنا إنه الأنابليزيا هي hallmark، إنه لو شفناها نعرف إنه هذا، نقول إنه هذا التيومر على طول malignant. بنكمل اليوم عن the rate of growth واللocal invasion والmetastasis إن شاء الله. الثاني رول اللي هو rate of growth، وقلنا في البينين تيومرز grow slowly، البينين تيومرز يتكاثرون ويكبرون أبطأ من المالجنين تيومرز، مع أن المالجنين تيومرز they grow faster. فوجدوا علاقة إنه rate of growth correlates with the level of differentiation. so rate of growth، توجد علاقة بين rate of growth سرعة التكاثر وزيادة حجم الورم مع الـ level of differentiation. يقولك poorly differentiated tumors tend to grow faster. فنعرف انه ايش، كل ما صار التيومر poorly differentiated كل ما صار it grows faster، يبدأ يتكاثر اسرع ويزيد حجمه اسرع. ونعرف انه مين هو اللي يكون poorly differentiated، مين هو poorly differentiated tumor اللي هو malignant. so poorly differentiated tumor بين قوسين المالجنين تيومر هو اللي يصير ايش، grows faster. عشان كده كمان نقدر نقول the more anaplastic a tumor is، the more anaplastic a tumor is the faster it grows. كل ما صارت less differentiated poorly differentiated anaplastic زادت سرعة تكاثرها وزيادة حجمها. growth is also affected by hormones and the blood supply، بس ما راح نتكلم عنهم هذه في الليكشر اليوم، ندخل عنهم بتفاصيل خلال الليكشرات القادمة كيف التيومرز تتفاعل وتتأثر بالهرمونز اللي يطلعها الجسم، وكيف تتأثر، كيف تصير تستخدم البلد سبلاي لصالحها عشان تتكاثر أسرع ويجيها النيوتريشن ويجيها وتقدر تكبر. الثيرد رول عندنا اللي هو الانفيجن، local invasion. benign tumors remain localized and do not invade and do not metastasize. حتى قلنا عنها كلمة encapsulated، they are encapsulated، هم محصورين وما يطلعون من هذا، يعني يكونوا في كبسولة أو مكان مغلق ما يطلعون منه. بخلاف malignant tumors، malignant tumors invade locally and metastasize. يمكن بالصورة هذه يقدر يوضح الشرح أكثر إذا أصلا من الكلام واضح حسه أصلا كافي. لكن هنا شوفوا هذا البيناين تيومر، شوفوا كيف في مكانه ولا طلع منه،
يقدر يكبر 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 يكبر، يسبب بريشر للأعضاء اللي حولنا وللأنسجة اللي حوله، لكن ما يطلع من هالمنطقة، قاعد في هالمنطقة ما يطلع منها. يقدر يكبر، it can grow، benign tumors grow 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 they cause pressure to surrounding or, tissues and organs، بس they do not invade، ما يطلعون من هذه المنطقة. هذا نشوف هنا benign ليوما يوما، non invasive non metastatic and well differentiated slow growing. حتى لو تشوفوا هنا الصورة الخلايا، تشوف ايش اشبه بالخلايا الطبيعية، فتقول هذه ايش well differentiated. بس لكن هنا عندك المالجننت الليومايوساركوما، تشوف هذا هو المفروض كذا طلع عن المكان حقه، تشوف اصلا بدا يطلع ايش finger like projections زي الايش الكراب زي السلطعون كانسر اللي هو باللاتيني، طلع عن مكانه بدا ينتشر they invade و they spread. so تشوف ايش locally invasive metastatic poorly differentiated. شوف هنا الخلايا ايش منها كبير منها صغير منها نحيف منها عريض، فايش هذه poorly differentiated anaplastic، نعرف انه هذا ايش على طول malignant. so هنا يقول لك local invasiveness is the second local invasiveness is the second reliable feature to distinguish malignant from benign tumors. قلنا اول واحدة ايش اللي هو الانابلازيا شفناها poorly differentiated أو anaplastic، هذه malignant. ولك ثاني شيء، إذا شفت الخلايا invade فيها local invasiveness، هذه كمان نقول على طول عنها malignant. so it's the second reliable feature. هذه كمان يوضح لك عن ال invasiveness. هذه تشوف ال benign كلها محاطة بال connective tissue اللي حولها وما تتعدى ما تتعدى منطقتها بحدودها، بخلاف malignant هذه هي وهذه المفروض يكون حقها الكونكتيف تيشو اللي حولها تخطته ودخلت بينه ويعني تنفيد تعدد حدودها واخترقتها. هذه الصورة أوضح أكثر للطبيعة، تشوف هذا إيش أدينوما. أدينوما إيش يعني benign surrounded by thin white capsule اللي هو إيش سو إيش قلنا عنها encapsulated، هذه encapsulated. هذه هذه الخلايا السرطانية حولها ايش الكابسول حقها اللي هو كونكتيف تيشو وما تطلع منه، تقدر تكبر 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 وتسبب بريشر للأعضاء اللي جنبها لكن ايش ما تطلع من حدودها. كمان هذه صورة واضحة وش البينان وش المالجننت فيها، طبعا هذه المالجننت نفس الشيء بحدودها ما تطلع منه encapsulated، لكن هذه المالجننت تشوفها هذه هي وش تبدأ تطلع finger like projections تنتشر invades and spreads. آخر عندنا آخر رول وهو الرابع رول اللي هو metastasis. metastasis إيش هو metastasis؟ هو spread of the tumor to distant sites of the body، انتشار الورم لمكان لعضو آخر أو جزء آخر من الجسم بعيد عن الجزء بعيد عن المكان اللي كان فيه. فا حيكون عندنا شيء اسمه الـ primary site وعندنا شيء اسمه الـ secondary site. الـ primary site هو منشأ الورم the tumor where the tumor has started، وين المكان اللي بدأ فيه الورم هذا الـ primary site. so كبر 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 يبدأ إيش invade، بعد invade إيش يبدأ يسوي metastasize، طلع من مكانه دخل مثلا في أحد يعني هو مو بهذا بس طريق، في طرق ثانية بس أحد الطرق مثلا دخل في البلد ستريم، دخل في الأوعية الدموية، مشى فيها مشى فيها لين راح مكان ثاني وقف هناك، دخل جوا مثلا في الكونكتيف تيشو ووقف هناك، بدأ إيش يكبر في هذيك المنطقة الثانية. so راح هذيك المنطقة الثانية إيش سميناها السكندري سايت where new plastic cells migrate and grow as separate tumor، ويبدأ يكون ورم جديد. هنا يقول لك the more anaplastic rapidly growing and larger the primary tumor إيش the more likely the is metastatic spread. كل ما كانت الخلايا anaplastic كل ما كانت الخلايا سريعة التكاثر وتكبر حجمها،
كل ما كانت البرايمري سايت كبير، كل ما كان البرايمري سايت كبير كل ما زادت احتمالية انه هذا الورم يصير له متاستسايز وسبريد، ما ينتشر يطلع من مكانه يروح مكان ثاني. فيقول لك هنا متاستسز ميكس تيومر ميكس تيومر از ماركس تيومر از مالجنت، متاستسز ماركس تيومر از مالجنت. فكذا نعرف انه ايش الهول ماركس اوف مالجنت تيومر ايش. قلنا واحد اذا كان انابلاستيك انابليزيا، اثنين local invasiveness، ثلاثة metastasis. هذه الثلاثة إذا شفتها في التيومر على طول إيش تكون؟ malignant. هذا malignant tumor وليس benign tumor. هذه الصورة نشرحها كمان في خلال الليكشرات الجاية، لكن بشرحها هين بس عشان أوريكم طريقة الانتشار. فهذه عندنا سل خلايا سرطانية تحولت، خلايا تحولت خلايا سرطانية وتكاثرت كولت لنا هذه الورم اللي هو primary tumor. صار له invasion، سوى local invasion، طلع 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 ودخل خلال blood stream. وهذه العملية اسمها ايش؟ intravasation. intravasation هو دخول الخلايا الى الاوعية الدموية. دخلت طبعا خلال وهي عوية دموية بيصير لها كذا شيء بنتكلم عليه خلال الليكشر جاي، ومنها انها تتعامل مع الليمفويد سيلز اللي هو الخلايا خلايا المناعة، كيف الخلايا السرطانية بتتفادى خلايا المناعة وما تموت، بنتكلم عليه خلال الليكشر الجاي. تمشي بتكون شيء اسمه ايش تيومر سيل امبلس، وتمر هذا الامبلس في البلد لما يروح للمكان اللي يبغاه. سوي عملية اسمها extravasation. طبعا ايش معنى هذا المكان متكلم عليه شوي تحت كمان. بيسوي شيء عملية اسمها extravasation وهو دخول الخلايا خروج الخلايا من الأوعية الدموية، خروج الخلايا من الأوعية الدموية. بعدين يصير metastatic deposit، يقعد يسوي angiogenesis ويبدأ شو اسمه يجيله blood supply عشان للgrowth حقه، ويبدأ يكبر يتكاثر ويكبر. طبعا كيف هذه العملية بندخل فيها بالتفصيل خلال الليكشرات الجاية ان شاء الله او تحت زيادة. عندنا different methods of metastasis include الطرق المختلفة لانتشار الورم. عندنا اول طريقة seeding of body cavities and surfaces، lymphatic spread او hematogenous spread. طبعا اول نوع seeding of body cavities and surfaces لها اسم ثاني كمان يسموها transcelomic spread. transcelomic بمعنى انه through the peritoneum، خلال peritoneal cavity. So هنا يقول لك ايش from surface of one organ to another within body cavities. ايش يقصد فيها؟ من اسمه seeding of body cavities يعني على سطح العضو نفسه بيكون كذا في حبوب. هذه الحبوب هي الخلايا السرطانية اللي هو النيوبلاستيك سيلز. هذه الخلايا على سطح العضو هذا تقدر تنتقل على عضو آخر من خلال البادي كافتي اللي هي فيه. مثال هنا قايل لك الأوبرين كانسر تو بيريتونيوم، يقدر إذا كان الأوبري عليه سيدينج عليه خلايا سرطانية في أوبرين كانسر، يقدر هذا الأوبرين كانسر ينتقل خلال البيريتونيال كافيتي إلى البيريتونيوم ويسبب البيريتونيوم كانسر، أو يقدر ينتقل حتى إلى الستمك دام الستمك في البيريتونيال كافيتي ويسبب إيش ستمك كانسر. النوع الآخر عنده الليمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد إيش يصير فيه؟ يكون مثلاً من خلال الأوعية اللمفاوية through lymphatic vessels. إيش يصير إنه lymphatic vessels إيش وظيفتها؟ it drains اللي هو extracellular fluid. فإذا كانت الخلايا دخلت مع مثلاً دخلت خلال lymphatic vessels من خلالها، إيش صار؟ عندها طريق إنها تنتقل لمكان آخر من خلال lymphatic vessels. فإنه دخول neoplastic cells through the lymphatic vessels خلال الخلايا اللمفاوية
وتنتقل منها إلى مكان آخر. وطبعا this is more typical of carcinoma. so غالبا ال lymphatic spread يصير للأش، يصير للخلايا اللي هي لها epithelial origin. epithelial origin. وعند الهيماتوجينس سبريد هو انتقال الخلايا السرطانية أو النيوبلاستيك سيلز through the blood stream أو من خلال الأوعية الدموية. طبعا arteries are penetrated less readily، صعب أنهم يخترقون الارتريز، لكن يصير يخترقون الفينز أكثر لأن جدار الفينز أقل سمكا. الارتريز يكون سميك جدا فسيكون صعب عليهم، فلما يجي يخترقون الفينز يصير ينتقلون من خلال البلد ستريم خلال الأوعية الدموية، وإيش يوقفون على عادة يوقفون على الفيرست كابيلاري بد، ويصير هذا هو السكندري سايت حقهم. السكندري سايت عادة يكون الفيرست كابيلاري بد، يقابلونه وهم يمشون في البلد ستريم أو يمشون في الأوعية الدموية. الهيماتوجينس سبريد is more typical for sarcoma اللي هم ايش؟ اللي عندهم mesenchymal origin. mesenchymal origin. هذه الصورة توضح لكم اللي هو seedling along the body cavities. تشوفوا هذه هي النقط اللي كانها حبوب، هذه seedings، هذه neoplastic cells على ايش؟ الميزنتري اللي هو في ال small intestine. so this is seeding في الميزنتري، يقدر خلاله ينتقل من خلال ال peritoneal cavity الى اعضاء ثانيين ويسبب لهم، يسبب هذيك الاعضاء هذه سرطان. هنا اللي يوريك ال different methods of spread. عندنا هنا local invasion انه يصير مو بعد يكون نوع من spreading، بس هي يعني انه يصير ينتقل للتشوز المجاورة، ينتقل السرطان للتشو المجاورة. عندنا هنا lymphatic spread انه يصير ايش؟ الخلايا السرطانية تدخل فين؟ في الاوعية الليمفاوية lymphatic vessels، تقدر تروح مثلا تصيب هنا صابت هذا الليمف نود، او يقدر من خلال blood borne spread او hematogenous spread تقدر الخلايا تدخل من خلال blood vessels وتصيب اعضاء اخرى، او الفيرست كابيلير بد تقابله وتصير هناك مكان الاصابه، او من خلالهم اللي هو الترانس سيلوميك سبريد او قلنا اللي هو السيدنج انه ايش يدخل من خلال البادي كافيتيز. سو هنا تشوف انه عندك تيومر في اللنج، فتشوف التيومر سيلز دخلت فين؟ في البلورال كافيتي بلورال سبيس. عندنا هنا مصطلح عندنا اسمه ايش؟ السنتينل لينف نود. السنتينل لينف نود هو ايش؟ هو الفيرست لينف نود، اول لينف نود that receives lymph flow from the primary tumor. السنتينل لينف نود هو اول لينف نود اللي يجيها البرايمري تيومر، اللي يجيها خلايا من البرايمري تيومر. طب ايش فائدته لهذا اول لينف نود؟ مهم جدا كلينيكيا لانه مهم انه يحدد اذا هذا الخلية هل يعني يصير فيها متاستيسيس ولا لا، هل هي malignant أو benign. so biopsy from the central lymph node is used to assess for the presence or absence of metastatic deposits. نقدر منها نعرف وجود إذا صار في secondary site ولا لا، هل صار secondary، هل الخلايا راحت مكان ثاني وسببت secondary site، هل سببت ورم جديد ولا لسه، ولا لسه في ال process. منها نقدر نحدد وعشان نقدر ايش نعرف ايش العلاج الانسب للتعامل مع هذه المشكلة. therefore helps in planning for surgical treatment. هنا حط لك مثال if axillary sentinel lymph node is negative for metastatic deposit then axillary lymph node excision is not necessary when doing mastectomy for breast cancer. مثال هنا يقول لك انه في واحدة عندها breast cancer، فراحوا يشيكون على الاكزيلري سنترال لينف نود وهو اول لينف نود المفترض لو صار في متاستيسيس الخلايا تروح له،
شيكوا على السنترال الاكزيلري سنترال لنف نودز، شافوا انه ما فيها خلايا سرطانيه، سو كانت نيجاتيف. لما شافوا انها نيجاتيف قالوا خلاص دام انها هذه نيجاتيف ما يحتاج نشيل اللنف نودز اللي حول البريست عشان نعالج المشكله، لان اذا كان فيها، لو كان في سبريدنج كان الخلايا جت لهذه اللي هو السنترال لنف نود اول، فدام هذه ما فيها الباقي ما فيهم، فبس ما نحتاج نشيل اللنف نودز، بس نشيل البريست كانسر، نشيل شو اسمه البريست اللي هو المستكتمي. ميتاستاسيس فيا امبوليزم، all portal area drainage flows to liver and all caval blood flows to lungs. هنا لما اقول لكم اللي هو الكابيلاري بد، اذا كان انتقال الخلايا السرطانية خلال البورتال درين، بورتال درينج اللي هو البورتال فين، عادة يكون الميتاستاتيك سايت ولا السكندري سايت فين؟ في الليفر، لان هو حيكون الفيرست كابيلاري بد بيقابله. اذا جاي النيوبلاستيك سيلز التيومر سيلز جاي من الكيفل بلاد اللي هو الانفير فينا كيفا ولا السوبيرير فينا كيفا، حيصير التيومر عاد الميتاستاتيك سايت غالبا بيكون في اللنجز، لان هو حيكون الفيرست كابيلاري بيد بيقابله. ليفر اند لنجز ار ذا موست فريكوينت سايت اوف ميتاستاسيس. So which are mean the most frequent sites of metastasis? And the liver or lungs? هنا يقول لك صورة يوضح لك، عندك هنا primary tumor انتقل، صار proliferation، دخل خلال blood، صار هنا invasion، بعدين سبب embolism، سوى intravasation، دخل في embolism. طبعا هنا إذا كان إيش من خلال الكيفل بلد الفير فين كيفا ولا سبير فين كيفا او الاوعيه اللي توصل لهم، حيروح يمر بالهارت، من الهارت بيروح وين؟ لللنجز. هناك اللنجز ايش بيقابل؟ الفيرست كابيلاري بد. لما يقابل الفيرست كابيلاري بد بيوقف وبيسبب ايش؟ اكسترافيزيشن، ويبدا يسوي ديبوزيت، بيقعد وبيبدا يكبر ويسبب ايش اللي هو السكندري سايت تيومر ثاني في اللنجز. هذا الميتاستاسيس في الليفر، يكون جاي التيومر سيلز من البورتال فين. summary benign versus malignant tumor، هذا summary الكل تكلمنا عنه خلال الليكشرين، الليكشر هذا والليكشر اللي فات، من من خصائص واختلافات بين benign tumor والmalignant tumor. gross بمعنى شكليا يعني تقدر تشوفه بعينك. B9 compressed thoracic tissue، قلنا البينان يقدر يكبر ويسبب بريشر التشو اللي حوله والاعضاء اللي حوله، بس ايش؟ encapsulated، ما يطلع من حدوده. بخلاف المالجننت infiltrate surrounding tissue، ما يقدر يسبب بريشر اكثر بانه ايش، لانه بيسبب انفيد، بيسوي انفيجن، ما عنده كابسل حوله سو يقدر يسبب انفيجن. have indistinct borders، have indistinct indiscrete borders يعني ما عنده borders، ما عنده حدود يقدر يعني تثبته. histology تشوفه من خلال مجهر. uniform population، no anaplasia، no invasion، few mitotic figures، ما في انقسامات كثيرة. قلنا عندنا capsule وعندنا circumscribed. malignant قلنا infiltrate surrounding tissue، invade lymphatic و blood vessels، display anaplasia، lack of differentiation، numerous mitosis، boundaries ill defined، ما في boundaries، ما في حدود، و chromosomal aberration، قلنا يصير ايش من خصائص الانابليزيا، يصير في كروماتين عالي، hyperchromatin. epidemiology، epidemiology قلنا انه ايش، نبدأ نتكلم عن نسب الكانسر وعائلات الوفيات ونسب الرجال للنساء و so epidemiological studies relate particular environmental racial possibly hereditary اللي هو جيني cultural influences to the occurrence of specific neoplasms. so هنا ايش يقول لك،
يوضح العلاقة بين النيوبلازمز وخصائص بيئية الريشل اللي هي العرقية، أو هيريديتري اللي هي الجينية، كلتشرال اللي هي مجتمعية. كل هذه تقدر تأثر بحدوث أنواع معينة من نيوبلازمز، كيف العلاقة بينهم. مثلا هنا أعطيك مثال، إنه السيجرت سموكينج is casually associated with lung cancer. So هنا يقول لك إنه وضح الإبيديميولوجي علاقة التدخين مع حدوث سرطان الرئة. Epidemiology provides insight into the magnitude of the cancer problem by studying cancer incidence, prevalence, mortality, age, sex, and geographical differences. هذه بنتكلم عنها كلها، incidence, prevalence, mortality، كلها بنتكلم عنها تحت. هنا يقول لك انه ايش، يبدأ يدرس السرطانات من حيث العمر، الجنس، الاماكن المختلفة، بيدرس الانسيدنس والبريفلنس والمورتاليتي اللي هي اللي بنتكلم عنها الحين. cancer incidence، incidence هو number of new cases، هذه هي الكلمة المفتاحية، number of new cases of specific cancer registered over a specific period in a defined population. cancer incidence هي بس new cases. مثال عليها، مثلا أبغى أعرف ال incidence of lung cancer من سنة 2019، من جانوري 2019 لجانوري 2020. من جانوري 2019 لجانوري 2020 بس أحسب الناس اللي توهم يجيهم لنج كانسر، توهم يجيهم سرطان رئة، ما أحسب الناس اللي عندهم سرطان رئة ولسه يتعالجون فيه. مثلا واحد عنده سرطان رئة من 2018 ولسه موجود عنده إلى الآن عايش، هذا ما أدخله في الحسبة. بس أدخل في الحسبة الناس اللي جاهم سرطان الرئة من الفترة اللي أنا حددتها. هنا يقول لك leading sites of cancer cases and deaths، هنا كلها بس يوريك نسب لأنواع الكانسر و relates it to a gender، ويوضح علاقتها مع الجنس. مثلا بالنسبة للميل أكثر كانسر يصيبه اللي هو البروستيت، الانسيدنس حق الميل بروستيت أكثر، بالنسبة للفيميل البرست. لكن هذا للحصول اللي يجيهم كانسر، لكن مثلا بالنسبة للدث، مع أنهم بروستيت وبرست هم أكثر كانسرز يصيب مثلا الميل بروستيت والفيميل برست، ما هو بأكثر دث. أكثر دث يصيب الميل اللي هو اللونج برونكس كانسر، وأكثر دث يصيب الفيميل اللي هو اللنج والبرونكس كانسر. ما له علاقة الإصابة بالدث. فهنا يوضح لك وش أكثر سرطان يصيب الميل والفيميل، وش أكثر دث للميل والفيميل، وش أكثر موت، وش أكثر سرطان يسبب الموت بالنسبة للميل والفيميل. هنا يقول لك the most common cancers among Saudis by sex. يقول لك بالنسبة للذكور أكثر كانسر يصيب الذكور في السعودية اللي هو colorectal cancer، وهو سرطان اللي هو الأمعاء الغليظة. وبالنسبة للإناث أكثر سرطان هو breast cancer، وهو سرطان الثدي. بالنسبة للمورتاليتي، مورتاليتي هو number of deaths from a given form of cancer during a specific period of time. So إيش هو المورتاليتي؟ هو death، هو عدد الناس اللي ماتوا من a specific type of cancer. يعني زي هنا ممكن نشوف المورتاليتي للlung and bronchus cancer بالنسبة للميل 85,000 ويعادل 27%، بالنسبة للفيميل 72,000 وهو يعادل 26% من المصابين. هذا هو المورتاليتي ريت، والمورتاليتي ريت. هنا يقسم لك الكانسر من خلال، هنا يقسم لك الكانسر مورتاليتي خلال الأماكن، فيقول لك يوضح لك نسبة وفيات من السرطان في الأماكن المختلفة. عندنا الحين كانسر بريفالنس،
والnumber of all cases هي كلمة مفتاحية of cancer both new and registered within a defined population at a given time. فقلنا ال cancer incidence هي الحالات الجديدة فقط في المدة اللي اخترتها، أما ال cancer prevalence هي جميع الحالات الموجودة في المدة اللي اخترتها. مثلا على مثال السابق اللي هو حالات سرطان الرئة من 2019 جانوري 2019 لجانوري 2020، في هذه المدة أحسب الناس الجديدة اللي عندهم الناس الجديدة اللي أصيبت بسرطان الرئة والناس اللي أصلاً already عندهم سرطان الرئة ولسه مثلاً قاعد يتعالجون فيه أو قاعد يتعاملون معه. هذا هو prevalence. هنا يقول cancer is a pandemic لأنه منتشر على مستوى العالم. Cancer are among the leading causes of morbidity اللي هي الأمراض and mortality اللي هي الموت worldwide. So cancer هو أحد أهم الأسباب للوفاة والأمراض على مستوى العالم. عندك هنا 14 مليون new cases سجلتها منظمة الصحة العالمية في 2012. 70% in the next two decades. ما أدري صراحة إيش يقصد في هذا، معلومة ناقصة. أنا أوريك إنه 70% of cancer deaths تكون في low income countries، 70% من الوفيات مصابين السرطان يكون في الدول اللي دخلها قليل. وهنا يكمل لك هذا كلها epidemiology، كلها نسب حالات cancer، نسب حالات السرطان، نسب حالات السرطان بالنسبة للذكور، نسب حالات السرطان بالنسبة للإناث، نسب وفيات السرطان، نسب السرطان حسب المنطقة، هذه كلها تعتبر من الابيديميولوجي. فهنا يقول لك انه 1 in 6 deaths are due to cancer، كل واحد من 6 وفيات تكون سببها سرطان. والاخ الحين نبدا بالموضوع اللي هو الثالث اوبجكتيف اللي تكلمنا عنه اللي هو الريسك فاكتورز ان هيومن كارسينوجينسيس اللي هي ايش مسببات السرطان. عندنا من اهم مسببات السرطان اللي بنتكلم عنها خلال هالليكشر بندخل بس باللايف ستايل فاكتورز. الليكسر الجاي بنكمل بالكارسينوجينيك ايجنتس والايج هيريديتري فاكتورز والبرينيوبلاستيك كونديشنز. البرينيوبلاستيك كونديشنز هو زي مثلا اذا مثلا بسبب السرطان بيصير عندك ميتابليزيا. ميتابليزيا يقدر يتحول ديسبليزيا زي ما تكلمنا في الليكسر اللي فات. الديسبليزيا يقدر يتحول كانسر ان سيتو، والكانسر ان سيتو يقدر يتحول كانسر. فهذه مثال عليها هذه انه كيف عوامل سابقة طبيعية بس انها تحول 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 الى ما صار نيوبلازم او كانسر. لايفستايل فاكتورز، يعني لايفستايل فاكتورز بنتكلم عندها عند الانفايرمنت، الريبرودكتيف لايف اللي هي الحياة الجنسية، الدايت ايش تاكل وتسوي رياضة ولا لا والاخ، وسموكينج، exposure to carcinogens، hormonal modification influenced by childbirth and birth control, and exposure to viruses underline these lifestyle factors. هنا يقول لك من ال من المسببات السرطان مثلا زي ال birth control pill اللي هي حبوب منع الحمل، التعرض للفيروسات، كل هذه تسبب السرطان يسموها حتى carcinogens. carcinogens هي الأشياء المسرطنة، المواد المسرطنة. epidemiology has been instrumental in elucidating the contributions of these factors toward different cancers. طبعا epidemiology ساعد إنه يوضح كل عامل وهذا العامل وش السرطان اللي يسببه. نبدأ بالenvironment. هنا أول شيء الشيمني سويبس، وجدوا أن الشيمني سويب يسبب نيزل كانسر. الشيمني سويب اللي هم الناس اللي ينظفون مشب الحطب، المكان اللي يشبون فيه الحطب اللي هو هذا، وجدوا أنه في ناس اللي ينظفونه وجدوا أنه عندهم إيش يطلع لهم نيزل كانسر يصير يجيهم. فالمواد اللي صار تطلع منه لما كانوا يستنشقوها هذه كانت مواد مسرطنة، ف ربطوا علاقة انه chimney sweeps تؤدي الى نيزل كانسر. مثلا unpredicted exposure to the sun لما تكون تتعرض لأشعة الفوق البنفسجية من الشمس
وانت مو بحامي نفسك، هذا ايش يقدر يسبب؟ يقدر يسبب ميوتيشن للدي ان اي، يقدر يسبب طفرة في الدي ان اي، وهذه الطفرات تقدر تسبب لك سكين كانسر. بالنسبة للريبرودكتيف لايف وجدوا انه having children reduces breast cancer risk. ف بالنسبة للإناث اللي عنده اللي جابوا أولاد، وجدوا أنه الأم اللي جابوا أولاد عندهم نسبة أقل من حصولهم على اللي هو سرطان الثدي compared to for women compared with not having children. كمان وجدوا أي واحد، كمان وجدوا the age of a woman at the time of giving birth لها علاقة بالحدوث كانسر. كل ما كانت يعني حسب أعمار معينة وجدوا أنه العمر هذا لو الناس عندهم كانسر أكثر من العمر هذا. كمان وجدوا أنه giving birth for the first time، كمان وجدوا the age of the woman at the initiation and termination of the menstrual cycle. وجدوا أنه also influences cancer risk. أنه كمان وجدوا أنه بداية عمر الأنثى وقت حدوث دورة الحيض وعمرها عند انتهاء دورة الحيض، يعني لما تخلص من دورة الحيض اللي هو المينوباز، العمر هذا يأثر بنسبة ريسك حقها للسرطان، نسبة يجيها سرطان أعلى. فإنه لها علاقة بالش اسمه حصولها على السرطان. فوجدوا انه women who have children عندهم خطورة اقل لحصولهم على سرطان الثدي. وجدوا انه عمر الانثى لما تولد اول مرة تولد، وعمر الانثى عند حدوث اول دورة حيض، وعمر الانثى عند الانتهاء من دورة الحيض حقها، كلها لا تأثر بنسبة خطورة حصول المرأة على السرطان. بالنسبة للثالثة اللي هي الدايت، زي ما هنا شايفين انه عندك الـ US female بحسب الدايت حقها، الأكل الطبيعي بالنسبة للدايت الطبيعي بالنسبة للـ USA female، وجدوا ان most USA females حيكون مصابين بلنج كانسر، بريست كانسر، مثلا كولوركتال كانسر واليوترس كانسر. اما اذا جينا مثلا الجابانيز فيميل بسبب دايت حقهم اكلهم، بنشوف عندهم مثلا زي ستومك كانسر اللي هو موجود عند الاخرين بسبب الدايت حقها. مثلا اذا زي الكينيان ميل بيكون مصاب باسوفجس كانسر، مو بخلاف عن الاخرين بسبب ايش؟ الدايت حق الكينيان حق كينيا. فالدايت يؤثر على الكانسر المصاب فيه، ويختلف الدايت طبعا من مكان لمكان. فهنا يقول لك ان stomach cancer is predominant cancer in the Japanese population and the minor cancer in the population of the USA. فإذا the risk of stomach cancer، فشفنا انه في اليابانيين مصابين اكثر بسرطان المعدة. فإذا بالنسبة طبعا للناس في أمريكا، فإذا ناس هاجروا مثلا من اليابان راحوا لأمريكا، هل معناته أن نسبة السرطان حقهم بتقل في سرطان المعدة؟ إذا غيروا الدايت حقهم، فوجدوا أنه إذا غيروا الدايت حقهم، وجدوا مثلا لدايت أمريكي، لدايت الأمريكي الطبيعي، وجدوا أنه بيقل نسبة سرطان المعدة حقهم. بس طبعا ايش بيتاثروا بالش اسمه بالاصابات اللي تصيب مثلا الدايت اللي يزيد نسبه السرطانات بالنسبه للدايت الامريكي. طبعا عشان كذا يقول لك ايش the Mediterranean diet اللي هو غني بالفواكه والخضار هو احسن دايت من الناس يتبعونه. ما has been promoted to be beneficial and reduce cancer risk، لأنه يكون غني اللي هو غني بالفواكه والخضار، لأنه يكون غني بأنتي أوكسيدنت، هي هذه الأنتي أوكسيدنت هذا يساعد بيقلل نسبة حدوث السرطان بالنسبة للبشر. طبعا كمان من مسببات السرطان عندنا الكحول،
الكحول. alcohol was classified as a carcinogen. So صنفوا الكحول as كمسرطن، مادة مسرطنة، by the International Agency for Research on Cancer in 2007. صنفوا الكحول كمادة مسرطنة ب اللي هم الـ International Agency for Research on Cancer. وجدوا أنه يقدر يسبب كانسر للباول، الباول اللي هو الأمعاء، breast in women، mouth in upper throat. كل هذه من سببات شو اسمه الكحول، السرطان اللي يسببها الكحول. smoking أو التدخين كمادة مسرطنة كمسبب للسرطان. smoking accounts for 40% of all cancer deaths. فالتدخين يسبب 40% من جميع وفيات السرطان، وهي ما تعادل إلى 1.18 مليون وفاة. at least 81 carcinogens have been identified in the cigarette smoke. So قال لك إنه في السيجارة الواحدة وجدوا إنه في 81 مادة مسرطنة. لكن التباكو causes 14 types of cancer. عندك 14 نوع من السرطان يقدر يسببها التباكو، ومن أكبر السرطانات يقدر يسببها هي عندك اللونجز والإسافجس اللي هي المريء والماوث كأنه هم أكثر شيء. وهنا حاط لك الكانسر كيسز، كم حالة سرطان وكم حالة وفاة. مو مهمة جدا، بس إنه كابيديميولوجيكال اسبكت، كان من ناحيه ابيديميولوجيه انه كيف تعرف انه السموكينج او الكحول او الدايت كيف كلها قاعد تاثر كلايف ستايل، هذا كيف قاعد ياثر بحدوث السرطان. more than 30% of cancer deaths could be prevented by modifying or avoiding risk factors. so نقدر نتجنب وفيات السرطان كيف؟ من خلال تعديل اللايف ستايل حقنا، تعديل الحياة اليومية، وحتى الابتعاد عن بعض الأشياء. منها تصير مناعة السرطان من يجيك، أو إنك وين كان فيك سرطان تقدر تحسن حالتك عشان تحسن سريان العلاج. وأخيرا عندنا additional factor additional influences وهي مسببات السرطان. إلا وهي الباي برودكتس اوف اور ميتابوليزم. المقصد فيها اللي هي النتائج او المنتجات الجانبيه من عملياتنا الايض. وايش هي هذه النتائج والمنتجات الجانبيه؟ اللي هي الباي برودكتس اوف اوكسجين راديكلز، او يسموها اللي هو الار او اس، راديكال اوكسجين سبيسيز. هذه الراديكال اوكسجين سبيسيز ايش تقدر تسبب؟ تقدر تسبب during DNA replication and repair polymerase can introduce mutations directly to DNA. يقدر هذه reactive oxygen species تسبب mutation للDNA، تسبب طفرة في الDNA، وهذا الطفرة تقدر يعني تتطور إلى ما يسبب يصير هذه الطفرة تتحول للسرطان. هذا بالنسبة للlifestyle factors. بنكمل بالrisk factors خلال lecture 3 إن شاء الله. بنمر من خلال الريسك فاكتورز الهيرديتيري اللي هي الجينية، والايج، والبرينيوبلاستيك كونديشنز ان شاء الله خلال الليكشر الجاي. وشكرا لسماعكم، اسف على الاطاله، وان كان في اخطاء خطا فاعذروني عليه. وشكرا.